للفريق احمد شفيق. للفريق احمد شفيق ودي كانت مفاجاه. جاهدين جاهدين اي فصيل من الجهاد؟ الجهاديين اللي هم خلقوا الجهاد، اللي هم اغتالوا انور السادات، اللي هم دخلوا في مواجهات مع الدولة المصرية في الثمانينات والتسعينات، اللي هم حاربوا الروس والسوفيت في افغانستان. يعني ناس لهم ماضي نضالي، بعضه مع عدو خارجي وبعضه مع أنظمة داخلية إلى آخره. لكنهم يعني الذين قاموا بالمراجعات وعدلوا عن العنف. بس أنا بدي وعدلوا تماما عن العنف. يعني احنا مش هنتكلم عنهم، بس انا اقول لك دي رؤيه بعض الخايفين لما قلنا لهم طب ازاي مش الاخوان المسلمين دول اقرب اليكم؟ فقالوا الكلام ده. قالوا لا مش هم الاقرب الينا، واحنا لينا عليهم الف تحفظ وتحفظ، وذكروا بعض هذه التحفظات. وربما انت تحب تستضيف حد منهم هو اللي يتكلم. زي مين مثلا؟ زي صبرا او زي استاذ مجدي صبرا. لا مش مجدي صبرا، استاذ ايوه استاذ علي صبرا والاستاذ نبيل نعيم. استاذ نبيل نعيم طبعا كانوا عندي في البرنامج. وتيسير طبعا زعيمهم يعني. يعني الناس دي طبعا ازاي كانوا عندنا في البرنامج؟ يعني هو لو تحدثوا هم بيسلموا عليك على فكره. والله انا اسمع يعني الحقيقه جم وحكوا لنا قصص وعمل، عشان كده بقول لحضرتك عملوا المراجعه للعنف ودلوقتي بيرفضوا العنف رفضا تاما، واصبحت ليهم نظره متطوره للتالف والتوافق داخل المجتمع. مظبوط. فلم يعودوا ولاه. لم يعودوا غلاة. ولم يعودوا غلاة. ولكن ينبهوا لغلاة آخرين. ويعتبروا الغلاة الآخرين سواء يعني كانوا بيسموا نفسهم إسلاميين أو إخوان أو حماس أو حزب الله أو إلى آخره، خطر على استقرار الدولة المدنية. كنا نتحدث عن الدولة المدنية، يقول لك أنا حزب ولم نقل ذو مرجعية إسلامية. مرجعيتكم ايه يا جماعه؟ قالوا مرجعيتنا مصريه. مرجعيتنا مصريه. لاول مره بسمع هذا التعبير هذه الليله قبل ساعتين. وانا الحقيقه اعجبت بالشيخ احد شيوخهم اللي قال هذا الكلام واثنيت عليه، لانه دافع دفاعا مجيدا عن هذا التعبير المرجعيه المصريه. قال انا بعد ما لفيت وحاربت وشفت انما لقيت ان وطني مصر وليس لي قيمه خارج هذا الوطن، ولا بد ان اكون احد بنات هذا الوطن ما دام عندي فرصه لكي اشارك ولكي اكون متساوي مع غيري و اشارك في الحياه العامه، فانا أريد أن أفعل ذلك. نعود للنقطة مرة أخرى، وحضرتك قلت لي الكلام ده يمكن أنت ما تعرفيش. أنا عندي فكرة بسيطة وأحب أدخل في هذا المجال معك. لما قلت لي في محاولة أنه يحصل نوع من التبادل والحصول على بعض الأراضي في سيناء، وهنا أضع علامات استفهام كثيرة جدا وكبيرة جدا. ماذا تقصد بالتحديد؟ يعني فكرة الأراضي البديلة؟ يعني ما عنديش بالضبط، ما عنديش أنا أي وثيقة بتقول كده. أيوه. إنما ده كله من مصادر ثانوية. إنه قيل من بعض القيادات الإخوانية. أيوه. إنه هذا أحد البدائل اللي يتعاملوا بيه مع حماس. أن يعطوهم مجال حيوي في سيناء وبدعوى ان ارض الله واسعه وان كان لهم قواعد في افغانستان وفي اليمن، فلما لا يكون لحماس قواعد في مصر في سيناء؟ قواعد ولا منحهم اراضي لاقامه؟ شوفي بقى قواعد اراضي ايا كان. المهم هذا الطرح هم اللي سالوا عنه بقى. يلا اديني يا محمود الورق ده لو سمحت، عشان انا معايا حاجة يعني مهمة. كنت بما انك حضرتك فتحت الموضوع ده، في تاني منه المجموعة دي، في منها تانية انه في مشروع كامل لدى اسرائيل، مش الاخوان المسلمين النهاردة، لدى اسرائيل تحت مسمى
تبادل الأراضي موجود منذ سنوات. هذا المشروع يهدف إلى مد قطاع غزة إلى العريش داخل سيناء وتعويض مصر